دلوني على السوق مع حسن شاهين ومعمر سلامة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابي وإخواني وأصدقائي وصديقاتي، يا جمهور هذه الإذاعة الرائعة الجميلة، بكم وبقلوبكم وبأرواحكم وبنفوسكم وبعيونكم وبآذانكم. ما في عيونكم، أنتم بتسمعوا بآذانكم، لكن إن شاء الله عز وجل تكونوا مبسوطين في برنامج دلوني على السوق المرحلة الثانية أو الموسم الثاني. إحنا الآن في الحلقة رقم 24. هذه الحلقة حبيبي معمر تتكلم حسب ما هو مكتوب عندي في الأوراق اللي أنت كتبتها بيدك الجميلة وبخطك الرائع جدا جدا جدا. أيوه. توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين. أيوه. واحدة من النقاط اللي جدا جدا سيئة شيخ حسن، انه اللحظة انه لما يبدأ الشخص يقارن نفسه، انا ليش ما عندي ودا عنده. يا اخي الله سبحانه وتعالى وزع الارزاق، يا سلام، وكل واحد لي نصيب، كل واحد لي رزق مكتوب له، هو ربنا كاتبه ومعروف. يا سلام. انا استحضرني قصة، مع انه هي مسلسل بس يعني جدا كانت تعجبني، كان مسلسل ايام زمان يجي في القناة السعودية اسمه مرايا، مسلسل سوري حق ياسر العظمة. ياسر العظمة، ايوه. مرة من الحلقات انه جابوا شخص هو وزوجته جالسين كده مع بعض في غرفة صغيرة جدا، وجالسين بيقول لها يا الحياة صعبة، انا ماني قادر اخرج من البيت، ورانا فواتير كهرباء، ورانا فواتير موية، انا بس لو ربنا يزقني بس ويديني انا اوزع واعمل وادري ايش، ما ابغى شيء ثاني الا فلوس. قلت له كلامك صح، انا ما ابغى شيء ثاني الا فلوس. يجيب لك الموقف بعدها في دقيقه، انه رجل غني جدا هو وهي، صاروا جدا اغنياء، مليونيرات، جالسين في بيت كبير جدا ضخم، طاوله سفره طعام كبيره جدا، ما لذ وطاب، وجاء واحد على اول الطالبه جال... أو... مع المعذره، اول الطاوله جالس بياكل وهم جالسين على طرف الطاوله، فاللي بياكل بيسألهم ايه انتوا كيف سويتوا ثروتكم، فهو بيشرح له، قال له طب تفضل معايا كل، يعني بيقول لي ياسر اللي هو ياسر أيه عمه أيه اللي غني، قال له لا انا عندي السكر. طيب بعد يتكلم شويه، طيب وبعدين، طب تفضل كل معايا، يعني انا ما حنفع اكل لوحدي، انا معزوم عندكم. لا انا عندي الضغط، انا ما ادري ايش. فالرجال بعد فتره قال لهم يعني انا حاكل لوحدي، قال له ايوه نحن جايبينك عشان تاكل قدامنا، لانه عندنا مرض ما نقدر ناكل الاكل دي ونتفرج عليه. اللي انا بحاول اقول لك هو الواحد بيسال الله اول شيء الصحه والعافيه، هذه شيء اساسي. ولا تقعد تقارن نفسك ليه الاخرين عندهم ما عندك. اشتغل على نفسك، اذا انت عندك شايف شخص قدامك ناجح تمام، اتعلم منه نجاحه. انا في واحده من الحلقات وارجع بقول لك ليه متصله في بعضها، ليه ما قلنا انك احط نفسك بالمبدعين. اللحظه انك انت تحيط نفسك بمبدعين، سواء عن طريق قرايه كتب او طريق متابعتهم عن طريق اليوتيوب او طريقه مقابلتهم، لو جاتك الفرصه انت بتتعلم منهم. طور نفسك يا اخي، نحن ما احنا كاملين، اشتغل انك انت توصل. صح، الكمال لله سبحانه وتعالى، ما فيها اي نقاش، بس انت اشتغل كيف تطور نفسك، كيف تكون احسن. مو معناته انك انت تشوف عيوبك او تشوف محاسن التانيين تبدا عندك نظره حقد، انه ليش انه هم احسن مني. لانه ايش المشكله، حتوقع في حاجتين، يا انك انت تبدا عندك ثقتك بنفسك تنزل لانه انت شايف دول احسن منك، يا تبدا الغيره عندك او الحقد، لا سمح الله والله لا يدخلنا بدا شيء، وتبدا تحسد الناس. على الشيء ده يا اخي ابعد عن الاشياء دي كلها، طالع بمنظر احسن، شايف انه الشيخ حسن ممتاز ما شاء الله تبارك الله، ايش نقاطه الممتازه، والله واحد اثنين، اشتغل انك انت تطور نفسك، انك تكون نفس الشخصيه اللي هو سوا وبس. طيب ممكن دحين انت تقول توقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، وذكرت انه مثلا والله هذا الرجل صار عنده فلوس كثيرة ومو قادر يأكل. الشباب والبنات دائما لما نحكي لهم القصة دي يقولوا هلكتونا، القصة دي مكررة 1,537,000 مرة. ممتاز. ونص ممتاز. فيقول لك يا أخي ايش هو، انتوا كده بتحطمونا او بتخلونا يعني نبطل ندور على الثروات والفلوس. لا انا ما بقول لك، انت تبني أمة بعقل، تبني أمة في عقل وتفكير إبداع. الفلوس تيجي يا شيخ حسن، والله تيجي أفكار كثيرة، وأرجع أعيدها في كثير يا أخي ما شاء الله تبارك الله، مشروع عبد اللطيف جميل اللي بدعم المشاريع الصغيرة. أوه. ناس جات بأفكار وطلعت، هل هم جلسوا ندبوا حظهم وقالوا لا أو ما هذا ولا وأنا. القصة حقت اللي لسه أنا وإنت دائما نتكلم عنها، اللي تكلمنا عنها في الجزء الأول، الولد اللي أبوه خسر البزنس حقه، وقف وقال لا
كثير 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 معمر ناس ما بتكلم على برا، ما بجيب سيارة برا، تكلم على السعودية. ممكن يكون بين بيتك وبين بيته 5 كيلومتر وناس أبدعوا ونجحوا وطلعوا. بس إنك أنت طبعا أنت لما تبدأ تقارن نفسك بالآخرين، إذا كانت المقارنة، شوف هذه مهمة، أيه. إذا كانت المقارنة صحية، الله ينور عليك، حلو يا سلام، إذا اختصرتها مو كده حلوة؟ صح صح، مو صحية، أيوة صحية، أيوة. أما لو كانت المقارنة مرضية، أنا حاطت يدي على خدي وماسك التلفون حقي وأصور سناب شات وأنا حزين كئيب، الدنيا مسودة، أيوة. ويطلع دموع، وأنا شفت أمس واحد معامل نفسه شعر كثير وحالته حالة، الله يستر عليه، الله يستر عليه، الله يستر عليه، لا وبسمعنا دحين، لا أنا مكيت. أنا أيوة انتبه، لا تقارن، تقارن نفسك يا أخي. ويقول لك الشاعر: وتزعم أنك جرم صغير، يعني حجم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. صح. الله، أمس كنت قاعد قدام الكمبيوتر وأقول لنفسي: يا ناس، أنا فرحان إن الكمبيوتر ده بيعمل المستحيل وأتفرج عليه يوتيوب وقاعد أضحك ومدري إيه. طب مين اللي اخترع الحديدة دي اللي قاعدة تسوي ده كله؟ ولذلك المخ الإنسان التلافيف الملفلف الملوية دي بلوة مسيحة. بس هي أرجع وأقول لك، هي لا تقارن نفسك، قارن نفسك صحيا. يعني انت جبتها بكلمة جدا جميلة، مقارنة صحية. ايش انه الشخص ده فيه مميزات صحية، طب انا كيف اكون زيه؟ ايوه، فكر واغلبه مو اكون زيه. أيوة. هذا مثل الله يرحمها امي ويحفظ امهاتكم جميعا، قولوا آمين. امين كان يقول: جاي طل غلب على الكل. انت سيب. الان شايف قدامك واحد من اكبر التجار، ناجح وفلوسه ما لها عدد ولا حصر، وعمارته كل يوم بتطلع 4 أدوار كلها برود. خلاص اشتغل زيه، اشتغل زيه، اتعلم منه يا ابن الحلال، واخذ هذا. بعض الناس تقول له، يقول لك: يا شيخ انت فين وانا فين والحب فين؟ ايش انت يا عمي، انطلق وابدا. مو هو تعرف ايش مشكلتنا؟ قلناها نحن جزء احباط، مو بس احباط، لما تجيك مشكله يا ربي هذه مشكلة كبيرة، مع انه الصح انه تقول يا مشكلة انا عندي رب. ايوه، انا عندي رب وربي كريم وفضله واسع، وممكن انت ولكل مجتهد النصيب. أيوة. اذا احنا نختم، لان بقينا فعلا دقيقة واحدة نختم. توقف عن مقارنة نفسك بالاخرين، المقارنة المرضية الوحشة. أيوة. وقارن نفسك بالاخرين اللي هم تحب انك تصير زيهم، وتعلم منهم، شوف ايش سووا عشان تصير نشيط. الله ينور عليك. أقول لك كده باختصار: بعض التجار أو بعض الناجحين من المدراء ما ينام إلا قليل، ويصحى بدري تلقاه من النجمة على قولهم صاحي، ومحافظ على صحته وشغال. لكن التاني داك اللي بيشخر للساعة 11 ونص ولا 12، أنت كيف تبغى؟ ايوه صح، 11 ونص. لا، في مشكلة تانية أدهى، بس أنا بختصر عليها، لأنه بس أنا ما عمها، لأنه هي مواقف صغيرة، بس أنا بأنصحها يا أخواني يا شباب يا شابات، واللي مقبلين على الشغل، لا تحطوا كمان الجنسية، ده سعودي ده أجنبي، هذا شخص عنده علم عنده معرفة، خذ منه إيش كان أتعلم منه. في النهاية هو إنسان الله ينور، بس ربنا خلق مخه وأداله مخ زيه زيه. إيش كان ديانته، إيش مذهبه ولا حاجة، خذ العلم منه. المخ ماله دخل في الجنسيات، الله ينور عليك. بعض الناس الله ينور. ولا الديانة أرجوكم يا أخوانا، خذوا العلم مع اعتزازنا، ونقول الحمد لله أننا مسلمين، ربنا أكرمنا. لكن اللهم لك الحمد، قدامي واحد من أي ملة احترم، خد منه إنسانية، خد العلم، إنسان إيه إنسان، احترم إنسانيته وتعلم منه. بالضبط. طيب إحنا نبغى نقول، إحنا بقينا ثواني بنقول بعض الحاجات اللي قلناها، لأنه عودنا. أيوة السبب. حلو، أنا بس بقول لك إنه هذه ليش اتصال عليها. نحن مو قلنا إنه خد رأي الناس عليك، رأي الآخرين عليك. أيوة. الفيلم فبتأخذ رأي الآخرين عليك عن نقاط ضعفك، فهتعرف أنت وتطورها كيف، عن طريق إنك أنت تشوف إيش الأشياء الطيبة الناس اللي مسوينها، هذا مسوي زيها، وبتدون حاجاتك، شوف كيف اتصال النقاط، وتدون حاجاتك وبتسوي قوائم للأشياء. أنا حقول لهم لإخوتي وأخواتي وحبايبي في الإذاعة، كل الحلقات اللي راحت موجودة على الإنترنت في قناة ألف ألف إف إم. إيه الله هنا وقفنا في نهاية الحلقة 24، قابلونا في بداية الحلقة 25، دلوني على السوق رقم 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.